الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواتاً بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. خلينا مع بعضنا نقول عدد 6: وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. دعونا أحبائي نرفع قلوبنا للرب ونحتفل ونبتهج بهذا اليوم، لأننا في كل يوم أحد أحبائي نحن نذكر هذا العمل العظيم، قيامة الرب يسوع من الأموات. خلينا نرفع قلوبنا وقول يا رب أشكرك من كل القلب، لأنك أنت أقمتني معك من قبر خطيتي. عشان كده بهتف النهاردة وأقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. دعونا ونحن في روح الصلاة، الوالد نشأة جوهر يقودنا في صلاة. نشكرك يا رب من كل قلوبنا، حقا يا سيد تستحق كل الشكر والحمد والإكرام والتعظيم، لأنك عظيم في محبتك وفيما صنعت لأجلنا. كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، لكن فديتنا، علق الفادي على صور صلب ومفيد. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك لأنك أنت أخذت مكاننا على الصليب. كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، فديتنا يا رب، لك الشكر. أدي يا رب تستحق التشكرات من قلوبنا الضعيفة ومن تشكراتنا الضعيفة أمام عملك العظيم على عود الصليب. يا رب ده كان مكاننا احنا، كان مكاننا احنا، انه اخطأنا واجرة الخطية موت ومحكوم علينا بالموت يا رب، لكن نشكرك لانك احييتنا. امين يا رب. علق الفادي على صور على صلب ومهين، كنت مهان يا رب، مهان النفس، تحملت كل اهانات البشر يا رب. يا رب من قلت تصنع خيرا معهم عند الصليب قالوا اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. نشكرك يا رب، يا رب نشكرك لأنك متنا معك وأقمتنا معك، قمت ظافرا منتصرا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نشكرك بارك هذا المكان يا رب، بارك ملاك هذه الكنيسة يا رب، وليك كل كرامة ومجد. آمين آمين. دعونا نفرح ونبتهج في هذا اليوم. أمين. المسيح قام بالحقيقة، قام. جايين نفرح بالرب، هو كل يوم حد فعلا احنا بنيجي نحتفل بالمسيح المقام من بين الأموات. الحقيقة القصة الجميلة اللي بنتأمل فيها، يعني آخر فصولها هو أروع فصل، قيامة المسيح. يوم اللي تعلق فيه المسيح على الصليب، زي ما أنكل كان بيصلي، علق الفادي على الصليب، الناس افتكرت أن دي نهاية القصة، أحصية بين أثمة، كتبوا النهاية، اتصلب المسيح بين المذنبين. لكن لا يمكن أن المسيح يفضل على الصليب ولا حتى في القبر، لكن يوم الأحد صباحا قام وصار بكورة الراقدين. عشان كده احنا جايين النهاردة نعظم المسيح، وخلينا نفرح بنصرة القيامة اللي لينا في شخص المسيح. أقامنا معا وأجلسنا معا في السماويات. فرحانين؟ أمين؟ طيب، فوق كل قوة، ده مكان المسيح الآن، ليس في القبر، لكن العمل الذي عمله الله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وإياه جعل رأسا للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. تعالوا نديله كل المجد وكل الإكرام اللي يليق بشخص المسيح الآمن البول.
وكل قوتي ورياستي فوق كل اسم وسيادتي. أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء فوق كل قوتي ورياستي فوق كل نبتهج بك. المسيح فصحنا قد ذبح فلنعيد. تعالوا نديله المجد كله اللائق في وسطينا. لك نرفع ذبيحة الحمد، شكرك لأنك فديتنا، تستحق كل الذبيحة كل الفرح. يلا مع بعض. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بثمار القلب. أنت نشيدنا بهجت قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك. Christus Anis. Christus Anis.
بعد ما اتصلب المسيح كانوا التلاميذ خايفين، قاعدين في العلية ومقفلين الأبواب وخايفين جدا، لأنه آخر منظر شافوه هو المسيح اللي اتعلق على الصليب، خايفين من رؤساء الكهنة ومن الرومان. لكن ما أروع ما عمله المسيح، المسيح اللي بيطمن الرعية يردد يديه على الصغار زي ما بيقول في سفر زكريا. جالهم والأبواب مغلقة، ما خبطش زي ما قام من القبر، والحجر كان موجود على فكرة، مش الملاك جه دحرج الحجر علشان المسيح يخرج من القبر، لكن المسيح كان خرج من القبر قبل ما الملاك يجي ويدحرج الحجر. ودحرج الحجر علشان المريمات يشوفوا الحجر فاضي، القبر فارغ. لكن دخل المسيح العلية والأبواب مغلقة، وأول كلمة قالها للتلاميذ فاكرين؟ قال لهم سلام لكم. أروع بشارة تقدر تديها لحد النهاردة تعبان، حد النهاردة هو في العالم بمشاكله وصعابه وتحدياته، تقدر تقول له المسيح قال سلام لكم. ولما قال كده وراهم يديه، هم ظنوا يمكن افتكروا أن ده خيال أو روح، قال لهم انتوا مالكم شاكين؟ الروح ليس له لحم وعظام، تعالوا جسوني. وراهم يديه وجنبه، مسيح حي يا جماعه، مسيح حي. عشان كده النهارده ما تخليش اي حاجه النهارده تعطل فرح قيامه المسيح في قلبك. ما تخافش، لا تخافوا انتما، زي ما قال كده للمريمات. هو في ناس تانية، الحراس اللي كانوا موجودين على القبر ارتعبوا لما شافوا الزلزله والحجر الدحرج، ارتعبوا وصاروا كأموات. هم اللي ليهم الخوف اللي ما عندهمش المسيح، لكن من له الابن فله حياة، ومن ليس له الابن بشارة مش حلوة، لكن ده اللي بيقوله الكتاب، لن يرى حياة. النهاردة تقدر تيجي تتمتع بالحياة، حياة يسوع المقام، إن قبلت إنه المسيح يجي ويدخل لحياتك ويدي لك فرح ويدي لك نصرة. تيجي نرنم الكلمات المحفوظة، يسوع إلهنا حي. أنا بحب أرنمها، بس ياريت كلنا نبقى واقفين. الأخت محروسة وقفت، ربنا يباركك. وإحنا بنعلن الخبر الحلو دوت، إلهنا حي. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياء، مش عارف أقعد ولا أقف. يلا رنموا على كده. نفرح بالرب. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد،
يوحنا أصحاح 11 المعجزة المشهورة بتاعت إقامة لعازر. لكن قبل ما لعازر يقوم مرثا سألت سؤال فيه لوم وعتاب على الرب يسوع. قالت له كده: لو أنت موجود يا رب، لو أنت موجود معانا، ما كانش لعازر أخوي عمل إيه؟ مات. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت: أنا عارفة أن في قيامة، وأنا ساعات بقول آه في قيامة. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، اللي هو الموت الأبدي، هيبقى ليه حياة أبدية. وسألها سؤال مباشر، وبيسألني وبيسألك هذا السؤال المباشر: أتؤمن بهذا؟ تعالوا نردد الإجابة دي مع بعض مع مرثا، وتقول قول معايا كده: نعم يا سيد. قول ورايا: نعم يا سيد، أنا قد آمنت. مش سمعكم. أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. تيجي نصليها تاني بإيمان وبقوة. نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. هو الوسيط الوحيد زي ما هنرنم دلوقتي بين الله والناس. حقا قام. القبر وهذا الموت وحق القبر، حق القبر.
عايزين نرنم معاكم ترنيمة جديدة برضو بتتكلم عن الإعلان دوت، إعلان إنه المسيح قام بالحقيقة قام. إحنا أول مرة برضو هنرنمها، فاعذرونا لو في أي أخطاء، بس هنحاول نتعلمها كلنا مع بعض. حياة أجلسنا دعاء
العمق في بيل خلاص ربي مآمي لمكانه أجل التصرف طلب من الآب نكون معا عين مجده وبالحقيقة ربي آب لما فيش صعب قادر أنحده كده أم أم حمل الله أم ووهبنا حياة أم أجلسنا معاه في السماوية أم قررت صلاتي يا ترى مرة فكرت أو فكرتي لو المسيح ما كانش قام من الموت كان إيه الوضع؟ إيه الحال؟ جاوب على السؤال دوت الرسول بولس، هو بيقول لو لم يكن المسيح قد قام من الأموات باطل إيمان. إحنا بنؤمن بإيه؟ بنؤمن بشخص، شخص مات ودفن وتحط في القبر زي كتير من الديانات اللي ليها قادة ماتوا وانتهت حياتهم. أنتم بعد في خطاياكم، كفاية دي، يعني أنا كل الخطايا المتلتلة اللي عملتها في حياتي تفضل عليا وأروح بيها مش السماء، أروح بيها الجحيم، لأن أجرة الخطية الواحدة موت. لكن ترنيمة اللي بنرنمها وكلمة الله بتعلن أنه المسيح قام، أسلم لأجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا. يعني أنت حضرتك يلي أمنت بالمسيح وتحطت كل خطاياك وخطاياي على هذا الذبيح وتوضعت في القبر ودفع المسيح كل تمن كل خطية أنا وإنت عملناها، قد إيه اليقين ده يملأ القلب بالفرح وخليك واقف على أرض صلبة وإنت فرحان لأنه في شخص مات عنك، شخص لم يعرف خطية لكن صار خطية لأجلك. عشان كده لما بتعلن قام حمل الله أقامنا معا وأجلسنا معا. في ناس كتيرة لسه ما تعرفتش على المسيح وشايلة حمل خطية. كان في قصة جميلة قالها، قصة السائح المسيحي، هو بيصور كده مشهد واحد شايل حمل كبير قوي على كتفه وطالع بيه جبل عالي 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 مش عارف يعمل بيه، حد ما وصل قمة الجبل عند الصليب لقى الحمل اللي شايله الكبير قوي اتدحرج من على كتافه ونزل وراح بعيد جدا. هو ده اللي بيعمله المسيح المصلوب لما تجيله بحمل خطاياك، زي المرأة اللي جات له مليانة بالخطايا بكت بدموعها نالت غفران ونالت حياة لأنها جت للمسيح اللي بيريح وبيغفر. بصلي النهاردة معاك ومع أخواتي أنه مسيح المقام يمتعك بغفران الخطايا مسامحا لكم، تروح النهاردة حتى لو حد بيسمعنا يجي عند المصلوب ويحط كل أحماله كل خطاياه وينال بالإيمان غفرانا مع المخلصين. هنرنم آخر مرة الترنيمة دي، أنا حابب إن إحنا يعني رنمتوها حلو، كنت شايف ناس بترنم وإحنا بنرنم معاكم لأول مرة، لكن هنرنمها بيقين وبقوة وبفرح وإحنا بنقول قام حمل الله. أمين؟ أمين. ربنا يبارك بتشجعونا، ربنا يبارك. صليب مرزوق أم وكسر شوكتنا
Sunday school kids? They're practicing. في الفصول. ما على فكرة هيقدموا لنا تمثيلية بعد شوية تكون جميلة جدا فأكيد بيتمرنوا هم دلوقتي. ناخد ترنيمة تانية. نرنم ترنيمة أخيرة معكم دم الرب اشترانا وافتدانا من العذاب يسوع. يا بابا هذا ينونا
دقيقتين في الصلاة. أشكر ربنا لأجل هذا العمل اللي قام به المسيح لأجلك ولأجلي. بيقول كده الكتاب إنه وهو مات لأجل الجميع كي لا يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. قال له رب أنا مش عايز أعيش عشان نفسي عشان حياتي، لكن لأجل الذي مات من أجلهم وقام. قال له عايز أعيش عشانك، عايز حياتي تكون بتمجدك، أشابه صورتك في كل يوم، أنتصر على العالم، شهوات العالم، أنتصر على الخطية بالنصرة اللي ادتهاني بدمك. هم غلبوا بدم الخروف، إبليس وكل محارباته وكل سهامه وكل الفخاخ اللي بيعملها علشان يوقعك. قل له اديني نصرة، ليا غلبة، ليا نصرة فيك. فضل الشيخ صمويل هيقودنا في صلاة، وكلنا هنكون بنصلي معاه. بنشكر الرب لأجل الغلبة والنصرة اللي لينا في دم المسيح. لأنك أنت أردت أن تكون لنا فداء وخلاصا، ليك المجد والكرامة والسجود والتعبد والشكر والحمد، لأنك أنت ذبحت من أجلنا واشتريتنا من كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، وساعدتنا أن احنا نكون فعلا عائلة يسوع المسيح، أبناء يسوع المسيح. نشكرك لأنك قادر أن ترفع أفكارنا من هذا العالم وتحررنا من أي ارتباطات في هذا العالم، وأن تعطينا أن نعيش في السماويات. نفكر في أنك أنت فتحت لنا السماوات، دخلت سابقا أمامنا لكي تدخلنا إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة عمنا في حينه. واشكرك لأنك أنت حررتنا من كل قيود إبليس، وأنك أنت حررتنا من كل قيود الخطية، ولأنك أنت غفرت لنا كل خطايانا وأصبحنا مبررين في المسيح أمامك. نباركك من أجل عظم اهتمامك بنا ومن أجل هذه الخطة العظيمة التي أنت وضعتها قبل تأسيس العالم، حتى تجهز ليك كنيسة حقيقية تكون جسد ليسوع المسيح. نشكرك من أجل العلاقة التي تربطنا بعضنا مع بعض كأعضاء في جسد المسيح الواحد. بارك هذه العلاقة يا رب، وقدس هذه العلاقة لكل نفس فينا، حتى نعيش على مستوى جسد يسوع المسيح في كل فكرة وفي كل انشغال وفي كل اهتمام. نشكرك لأنك قادر أنك تثبت أنظارنا وأفكارنا في السماويات في المسيح يسوع، ليك فيه كل المجد والحمد والشكر إلى الأبد. آمين. المسيح قام، هاليلويا. احبائي خلينا نحيي الفريعه الترانيم الحلوه اللي هدر النموهنا. مره اخرى بقدم تهانينا لكنيستنا في الشرق بمناسبه عيد القيامه المجيد. الرب يبارك هذه الايام المباركه، وزي ما قلت في بدايه الاجتماع ان احنا كل يوم احد هو عيد قيامه، لأن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنبتهج به. وزي ما أشار أخونا سامح أن أولادنا في مدارس الأحد مجهزين لنا مسرحية حلوة كتير، تعبوا فيها كتير الأخوات وخاصة أختنا لوسي، فالرب يبارك مجهودهم. وهنشوف المسرحية بعد الكلمة إن شاء الله بعد الخدمة، عشان كده صلوا لي إن الرب يساعدني تكون كلمة مختصرة.
عشان تكون كلمة مختصرة عشان نديهم وقت بعد كده إن الرب يبارك الفرصة لنا. كله عن القيامة، كله عن القيامة، هتكون لنا مسرحية حلوة عشان قيامة الرب يسوع. فالرب قاد أفكاري عن خدمة أو كلمة بعنوان القيامة والواقع الجديد. القيامة والواقع الجديد، القيامة أوجدت واقع جديد في حياتنا وفي حياة التلاميذ في ذلك الوقت. حابب بس أقرأ بعض الأعداد معاكم، خلينا نقف مع بعضينا من إنجيل يوحنا الأصحاح 20، أصحاح 20 من إنجيل يوحنا، نقرأ بعض الأعداد من عدد 19، من عدد 19. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فقال لهم وإن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانة أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. آمين. أحبائي تفضلوا استريحوا. الصليب والموت والدفن أوجد واقع مؤلم في حياة تلاميذ المسيح. كان واقع مليء بالارتباك، مليء بالشك والحيرة والخوف والفشل والتراجع. ده الواقع اللي عاش فيه التلاميذ بعد الصلب والدفن في القبر، لدرجة التي حين جاء يسوع زي ما أرينا جاءهم يسوع وجدهم في مكان إيه؟ في مكان مغلق بسبب الخوف وبسبب شدة اليأس والقنوط أحبائي في ذلك الوقت. لكن بعد القيامة تغير الواقع تماما، بعد القيامة تغير الواقع تماما عن ما كان من قبل، وأوجدت القيامة واقع جديد مختلف تماما في حياة التلاميذ. وهذا ما يحدث تماما أحبائي معنا نحن أيضا، يحدث واقع جديد وتغيير عندما تشرق نور القيامة في حياتنا. بيختلف الوضع تماما، الوضع من الفشل، الوضع من اليأس، الوضع من الكآبة، الوضع من الحيرة والارتباك، لأن نور القيامة وأن يسوع قد قام من الأموات. هذا ما بيحدث مع أولاد، وده اللي نراه في كل العصور وفي كل الأجيال أحبائي، إن أولاد الرب الذين تشرق عندما تشرق نور القيامة في حياتنا يختلف الواقع
في حياتك وحياتي عندما كنا في قبور خطايانا، لكن بقيامة الرب يسوع وبقيامتنا نحن معه أصبح لنا واقع جديد، أصبح لنا حياة جديدة، أصبح لنا شيء مختلف تماما كما حدث مع التلاميذ. أوجدت القيامة واقع جديد، أوجدت القيامة أحبائي. أول حاجة النهاردة عايز أو أمر على بعض النقاط السريعة. أوجدت القيامة، أوجدت القيامة رؤية جديدة عن شخص الرب يسوع، إدتهم رؤية جديدة ليسوع. يقول الكتاب، تعالوا كده نقرا كده قصه الكتاب. يقول الكتاب عن حقيقه تلميذي عمواس وهم سيرين في الطريق، هم كانوا في، لو نقراها في انجيل لوقا لما تروح اقرا في انجيل لوقا 24، شوف حقيقه القيامه، ما هو الواقع الذي اوجدته في حاله هؤلاء التلاميذ. واحنا مرات بنكون في نفس الحاله. اسمع ماذا يقول، ماذا كانت رؤيتهم عن شخص المسيح، شخص عظيم. يقول كان إنسانا، بيقولوا كده، كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، ونحن كنا نرجو أن إنه هو المزمع أن يفدي. كانت رؤيتهم مجرد إنسان نبي مقتدر في القول والفعل، حطوا عليه رجاء معين إنه هو ده اللي هيفدي إسرائيل، وهو ده اللي عيد لهم العصر الذهبي وعيد لهم أيام على الأرض سعيدة. لكن بعد القيامة هل ظل المسيح هكذا في حياتهم؟ لا أحبائي، طبعا مش ممكن أبدا. الواقع تغير تماما عندما أعلن يسوع عن نفسه بعد القيامة. عندما أعلن لهم يسوع نفسه بعد القيامة ماذا حدث لهم؟ قاموا منطلقين، ما انتظروش بعد ما مشى معهم مسافة طويلة ودخلوا، دخل معهم، وعندما اكتشفوا، عندما كان يكسر الخبز وعرفوا أنه هو الرب، قاموا سريعا. تغير الواقع، تغيرت الحالة تماما. هذا ما تفعله القيامة أحبائي في أولاد الرب. احنا نجح احبائي عدو الخير يخلينا قاعدين ونحن كاننا في كآبة، في حزن، لكن الشخص الذي قام مع المسيح لا يرضى ابدا بحالة الحزن وحالة اليأس وحالة القنوط والفشل، لكن قاموا منطلقين قائلين حقا قام. ايه حقا قام؟ القيامة غيرت الواقع، غيرت القيامة كما قرأنا عندما قال توما. شوف احنا توما هنا القيامة غير، يقول كده عندما رأى شخص الرب يسوع مش مجرد إنسان ولا مجرد شخص واحد حطوا عليه الأمان، لكن بعد القيامة أصبح ايه توما قال لي ربي وإلهي. القيامة أوجدت فيهم، أوجدت في توما، كان الأول توما معتمد على إيه؟ أنا عايز أحس وعايز إيه؟ ألمس، إحساس وملموس. إحنا مرات عايزين نشوف الأمور ملموسة. إحنا ما كانش يعمل معايا كده أنا مش هؤمن، لا، لكن أؤمن وبعد كده إيه؟ يجب أن يحدث هكذا. هذا الواقع الجديد، الواقع الجديد اللي اعترف به بطرس عندما قال له أتحبني؟ قال له أنت تعلم إيه؟ يا رب أنت الرب، أنت السيد، أنت إلهي. القيامة أوجدت رؤية جديدة لشخص الرب يسوع المسيح، ليس مجرد شخص عادي، ليس مجرد أنه إحنا مرات بنفرح أن الرب أن رؤيتنا للمسيح أنه غفر خطاياي وخلصني وأنقذني من الموت، لكن هل هو الواقع الجديد أحبائي؟ هل هو رب وسيد على حياتي؟ هل أقدر أقول مع توما، توما اللي كان يحب الأمور المرئية، إحنا في ناس يحبوا الأمور المرئية، الأمور المحسوسة، لكن القيامة برهنت وأكدت أنه هو الرب والسيد، هو الوحيد الذي داس على قوة الموت. تعاملهم مع الرب تعامل إيه؟ مختلف. هو السيد والرب، ربي. حتى مريم المجدلية عندما أرادت أن تلمسه، عندما رأته في البستان قال لها لا تلمسيني، بمعنى أني خلاص أنا الآن مش بتعامل باللمس
ولا بأننا بالأمور العادية، لكن نتعامل بالإيمان. بالإيه؟ بالإيمان. إن القيامة أوجدت واقع جديد لشخص الرب يسوع، هو الرب. هو هل أستطيع أن أقول له بقيامتي معك يا رب أنت ربي، أنت إلهي، أنت سيدي، لك كل شيء في حياتي؟ هذا ما أوجدته القيامة أحبائي، هذا هو الواقع الجديد التي أوجدته القيامة في حياة التلاميذ وفي حياة كل منا. أيضا القيامة أوجدت منهج جديد للإيمان. للإيمان، ما هو المنهج الجديد للإيمان؟ في يوحنا 20 ظهر لتلاميذه، في الأول ما كانش معهم توما، ولكن بعد 8 أيام في الاجتماع، شفتوا لما الواحد يغيب عن اجتماع، لما غاب توما عن الاجتماع، حتة ملحوظة، لما بيغيب عن الاجتماع يفقد رؤية مين؟ يفقد رؤية الرب. غاب أسبوع بحاله، أسبوع بحاله. ده يخلينا يشجعنا، هي مش في الموضوع يعني، بس إيه؟ بس يجب أننا ندرك تماما إن غيابنا عن محضر التلاميذ، عن محضر أولاد الرب وفي مجلس الرب وفي بيت الرب، بمرات بيجعلنا نخسر الكثير والكثير من البركات، لكن إلهنا لن يهون عليه. جه بعد 8 أيام وإيه؟ قال للتلاميذ، توما قال للتلاميذ أنا مش قادر أصدق، لأني كان بحق عايز الملموس، عايز زي ما قلت في الأول، عايز إن كنتش أضع إيدي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه. قال له يسوع، هات أصبعك يا توما إلى هنا، وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبه، ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمن. أجاب توما وقال ربي وإلهي. ما كأن القيامة أوجدت واقع جديد من لمنهج الإيمان. زي ما قلت، مش خلاص انتهى، ما انتهى الواقع بتاع المحسوس والملموس، البراهين. احنا مرات عايزين براهين، اعمل لي دي ونعمل لك. لا 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 أحبائي، المسيحية تختلف، وحياتنا كمؤمنين نحن لنا ايه؟ نحن لنا إيمان. الإيمان هو الثقة بما ايه؟ بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى. انتهى عهد الملموس ولا عهد اللمس، لكن الإيمان أننا ندرك أن الله هو إلهنا، هو سيدنا. هذا المنهج الذي قدمه لتلاميذ بعدما انفتحت أعينهم بالمكتوب، لما انفتحت أعين تلميذي عمواس بالمكتوب، أدركوا بالإيمان حقيقة شخص الرب يسوع المسيح الذي قام من الأموات. وطلع هذا المنهج الجديد، طوبى للذين آمنوا إيه؟ ولم يروا. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. القيامة أيضا أوجدت ليس رؤية جديدة لشخص المسيح، ولا واقع جديد للإيمان وحياة الإيمان، ليس بالبراهين وليس بالدلائل، إن ما كانش يعمل لي كده أنا ما يبقاش ده المز... لا لا أحبائي، إحنا في حياة في إيماننا المسيحي يختلف. لكن أوجدت أيضا علاقة جديدة مع المسيح، أصبحت علاقتنا العلاقة جديدة. النموذج الواضح في كده أحبائي لينا هو بطرس. شوفوا بطرس وهو وهوة الإنكار. بطرس قبل القيامة فشل، تراجع، إنكار، أمور مخزية حدثت من بطرس، ويعوزنا الوقت نتكلم عنها بكل اختصار، لكن الواقع اختلف تماما. القيامة أوجدت علاقة جديدة. القيامة تتطلب منا كمؤمنين تكريس جديد، تكريس مختلف. القيامة حطت بطرس في محك جديد للمعامل. بيقول له كده، أتحبني يا بطرس؟ يقول له أنت تعرف. قال له طب إيه الرؤية، العلاقة الجديدة؟ ارعى إيه؟ ارعى غنمي، ارعى خراف. أتحبني؟ قال له يا رب أنت تعلم أني أحبك. تعطي لنا فرصة جديدة، علاقة جديدة مع المسيح. هذا ما عملته القيامة مع بعض. النهاردة القيامة توقفنا أمام أحبائي التحدي أننا نكرس حياتنا من جديد، وأن نتبعه من جديد، وأن نحبه من جديد. أنت يا بطرس، أنا مش عايز المحبة. أنت كنت في الأول بتقول لي أنا بحبك، ده لو أنكرك الكل ده أنا أروح معاك للصليب، مش ممكن. وإحنا نعرف بطرس كان رافض فكرة إيه؟ فكرة إن الرب يصلب. وشوف اللي، لأن كان بيقولوا كلام كده وبس،
مش الله لا يريد مني أن أتحدث كده اتبعني، لكن المرة دي قال له إيه؟ قال له أنت تعلم، أنت تعلم أني مش مجرد كلام، أنا عايز تكريس جديد، أنا عايز محبة، محبة من القلب، مش محبة زي الكلام اللي أنت قلته من الأول. وده اللي قاله الرسول بولس أحبائي في رسالته إلى كلوسي، يقول هذه إن كنتم قد قمتم مع المسيح خلاص فاطلبوا ما فوق، تكريس جديد، محبة جديدة، حياة جديدة، قوة جديدة، نشاط جديد، خدمة جديدة. أحبائي، وأيضا حياة الرسول بولس، شوفوا شوفوا بولس كان مفكر أنه بيحب الرب، كان مضطهد الكنيسة، يقول عنه الكتاب قبلا الذي كان قبلا مجدفا ومفتريا ومضطهدا ومتلفا لكنيسة المسيح، لكن شوفوا بعد القيامة يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامي. القيامة أحبائي توجد علاقة جديدة لحياتنا. ما هي علاقتك بالرب يسوع بعدما أنقبت من قبر؟ هل تحبه من كل القلب؟ إن الرب يريد محبة قوية. هل نكرس له الحياة تكريسا كاملا أحبائي؟ هي دي العلاقة الجديدة بعد القيامة، أننا توجدنا في علاقة جديدة. ومش كده بس أحبائي، أن القيامة توجد حالة جديدة لأتباع التلاميذ. الحالة الأولى لما ذهبوا النسوة هناك كنا خائفات ومحتارات ومنكسات وجوهنا إلى الأرض، لكن كنا في حزن يبكينا، وهكذا كان حال التلاميذ زي ما قلت، في خوف واضطراب وشك وتراجع وانكسار. لكن بعد القيامة أوجدت حالة جديدة لأولاد الرب ولأتباع الرب. وقف وقال لهم سلام لكم، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. أن الحالة الجديدة كانوا في سلام، زي ما سمعنا في تعليقات الترانيم، في سلام، في فرح، خلاص انتهى الحزن، انتهت الكآبة، انتهى كل شيء، لأن المسيح قام وأوجد حالة وعلاقة وحالة جديدة. القيامة توجد حالة من السلام، القيامة توجدت الفرح وأوقفت سيل الدموع والحزن ورفعت الرؤوس المنكسة وفتحت الأبواب المغلقة. يا من أنت ترى الأبواب مغلقة في حياتك، يا ما ترى أمور كثيرة مقفلة في حياتك، إلى كل من يشاهد دون في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة قد أنني أصرح لك بقوة بنعمة الرب، إن القيامة توجد حالة جديدة، سلام، فرح، رفوس مرتفعة، أبواب منفتحة. هكذا ينبغي أن تفعله القيامة، المسيح المقام في حياتنا. إذا كنت في خوف، إن كنت في شك، إن كنت في ضيق، إن كنت في ارتباك وحزن، القيامة تضعك أمام واقع جديد في هذا الصباح، وحالة جديدة. القيامة أوجدت شجاعة للتلاميذ، أوجدت الشجاعة. من أين جاءت الشجاعة لبطرس؟ من أين جاءت الشجاعة لبطرس الذي يقف، الذي كان خائفا ومنكرا لسيده؟ أين جاءته هذه الشجاعة الذي يقف يقول لهم أنتم بأيدي أثم إيه؟ صلبتموه القدوس البار. التي أوجدت الشجاعة أيضا للتلاميذ اللي في أصحاح 4 من سفر الأعمال يقول والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل إيه؟ من أين جاءت هذه؟ من قيامة يسوع، قام يسوع. من أين جاءتهم؟ هكذا ما تفعله القيامة. هم الذين كانوا خائفين نقلتهم لحياة الشجاعة وحياة الخدمة، وتوجدت فيهم فرح، وتخرجنا من أسوار الخوف اللي محاوط بينا. يا من أنت في أسوار في حياتك، أنا ما أعرفش إيه السور اللي محاوط في حياتك، اللي معطل تقدم حياتك الروحية، اللي معطل إن حياتك تقوم مع المسيح وتنطلق في حرية، في أسوار، لكن القيامة تفعل ذلك في حياتنا. الواقع الجديد أيضا أحبائي، أوجدت القيامة آخر حاجة أحبائي، إرسالية جديدة لأولاد الرب، وده المهم في الموضوع أحبائي، إرسالية جديدة لأولاد الرب ولأتباع الرب ولتلاميذ الرب. هذا ما فعلته القيامة. أنت تعرف القيامة لو ما فعلتش كده كانت الكنيسة لم تنتشر، لم تنتشر ولم تنطلق من مكانها. لكن القيامة أوجدت
رسالية جديدة. بعد عايز يقول لهم كده، تعرف قال لهم ايه؟ بعد ما شفتوني ورأيتموني قال لتلاميذه ايه؟ وأنتم شهود لذلك. أنتوا شاهدين على كده. الإرسالية الجديدة للمسيح التي جاءتنا بعد القيامة ترتكز على اختبار معاش لحقيقة القيامة في حياتنا. إيه اللي خلاهم يحتملوا؟ إيه اللي خليهم يموتوا قتلى بالسيف؟ إيه اللي خلاهم يطوفوا في البلاد شرقها وغربها أحبائي؟ قوة القيامة، حياة لرؤيتهم للمسيح المقام. هذا ما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى، قال هذه الكلمات: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. وفي عدد ثلاثة يقول كده: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة. إيه؟ معنا. نحن بنكلمكم من واقع الاختبار، نحن نكلمكم من واقع رؤيتنا، نحن نكلمكم من واقع علاقتنا الجديدة معاه. احنا صار لينا علاقة جديدة معاه، واحنا دي رسالتنا أحبائي. ايه هي رسالتنا للعالم؟ ايه هي رسالتنا للعالم في هذه الأيام الصعبة أحبائي؟ أن المسيح ايه؟ المسيح قام، بس قام فينا، في حياتنا، في تصرفاتنا أحبائي. نحن المسيح، إن العالم أحبائي يجوع في هذه، إن ما ينقص العالم هو غياب يسوع من المشهد. العالم محتاج يسوع، ويشوف فين يسوع؟ شوف في أولاده، الإرسالية الجديدة اللي ادهنا. نحن شهود لذلك. هذا هو الذي قال إن إرساليتنا لا ترتكز على معلومات ولا على أخبار غير مؤكدة، ولا مجموعة من الشعارات والمبادئ. إحنا لا أحبائي، ليست هذه إرساليتنا، ولا المسيحية ليست هكذا أحبائي، لكن الرسالة المسيحية والاختبار المسيحي يرتكز على حقيقة المسيح قام من إيه؟ من الأموات. المسيح قام في أولاده، قام في أتباعه، نحن الذين قمنا معه، نحن نخبر ونشهد. وهذا ما قاله أحبائي. عشان كده الرسول يقول، وإحنا مش بنروح نتكلم عن شخص عادي، إحنا نروح نتكلم عن يسوع المقام. دي خبرتنا، وده النصرة القيامة في حياتنا. أخذنا النصرة وأخذنا الغلبة من خلال حياتنا المقامة. إن كنتم قد قمتم مع المسيح، أقامنا وأجلسنا معه في السماء. إن اختبارنا الجديد أحبائي هو أنتم شهود لذلك. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. هذا هو الإنجيل، أن يسوع المسيح قام من إيه؟ قام. أنتم اختبرتم كده، أنتم اختبرتم قوة الإنجيل في حياتكم. القيامة النهاردة أحبائي بتحطنا ككنيسة وكأفراد وكجماعة مؤمنين أحبائي قدام، وكخدام قدام رؤية جديدة، مش رؤية جديدة بس فقط للمسيح، ولا منهج جديد للإيمان، ولا علاقة جديدة اتبعني بتكريس جديد ومحبة جديدة، ولا لحالة مليانة من السلام والفرح، لكن القيامة تحطنا أمام تحدي كبير هو أنتم شهود لذلك. أنت تشهد بذلك، أنت وفي شغلك بتشهد أن يسوع قام من الموت. أنت تشهد في بيتك، تشهد في بيتك أن يسوع قام. لماذا نحن منكسين الرأس ومسيحنا قام؟ لماذا نحن نعيش في العالم وتفاهة العالم وأمور العالم؟ أنتم في العالم لكنكم لستم من إيه؟ لستم من نحن نظهر يسوعنا المقام، نظهر يسوعنا الحي فينا. يسوع أديك نرنم: يسوع حي فيا، يسوع حي. هل يسوع حي في كلماتي؟ هل يسوع حي في تصرفاتي؟ عندما أتصرف مع زملاتي في الشغل، عندما أتصرف مع أولادي ومع زوجتي ومع زوجي في البيت، هل يسوع حي فيا؟ هل يسوع مقام؟ أنتم شهود لذلك أحبائي. هذا ما نحن نشارك به. نذهب
شهود حقيقيين عن قيامة يسوع. هذه هي القيامة والواقع الجديد أحبائي. صلاتي أحبائي في هذا اليوم وفي هذه الذكرى والمناسبة المجيدة أن القيامة توجد فينا كل واحد منا واقع جديد. قوة قيامة يسوع تظهر فينا في معاملاتنا في حياتنا. تكون شهادة، علاقة جديدة، إرسالية وشهادة مختلفة. لماذا تطلبنا الحي من الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. هذه هي رسالة القيامة لينا. إذا كان الواقع كله كآبة، كل حزن، ثق تماما أن يسوع قام يمنحك الحياة. يا من أنت ما زلت في قبر خطيتك، رسالة لكل اللي بيشاهدونا أو حد بيسمعنا لسه ما زال في قبر خطيته، يسوع بقوة قيامته يستطيع أن يقيمك من قبر خطيتك. إن كنت تأتي له معترفا وآمنت بكلمته، تؤمن أن يسوع قام من الموت يقيمك معه. ونحن كمؤمنين أحبائي هي شهادتنا، رسالة جديدة، خدمة جديدة، شهادة جديدة أن يسوع قام، ونظهر هذا بحياتنا. له كل المجد. خلينا نصلي يا حبايبي. صلي في قلبك. لماذا تطلبنا الحي من الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قد قام. صلاتنا أحبائي لكل نفس ما زالت تعيش في قبر الخطية، لكل نفس ما زالت بعيدة عن الرب، تعال تصالح مع الرب. قل له أقمني معك يا رب في هذه المناسبة، وتكون ذكرى مجيدة مباركة أني قمت مع المسيح من قبر خطيتي، من العالم، من الشر ومن الفساد. وأيضا علينا رسالة كمؤمنين أحبائي، كأننا قمنا نظهر قيامته فينا، ونظهر أننا قمنا معه من الموت بحياتنا وبشهادتنا للعالم. الذي العالم من حولنا يحتاج ليسوع، ومش هيجد يسوع إلا في أولاده، إلا في الأشخاص الذين قاموا معه وأخبروا. هذا ما فعله التلاميذ في كل مكان، كانوا يقولوا ويطوفوا ويشهدوا أن يسوع قام بتصرفاتهم وبحياتهم. وهكذا انتشرت المسيحية أحبائي بسبب 12 واحد أحبائي قالوا مبشرين بالكلمة. خلينا نعمل كده أحبائي، نكون شهادة حية أن يسوع حي فينا. تعالوا نقول للرب مكرسا نفسي لك. أمين. مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك، أسير خلفك. إن ظننت أن حبي كاملا زده ليسمو مثل حبك. رسالة أعطيتني يا سيد. Yeah.
ملاحظات بسيطة كده، هو صلي في قلبك قل له يا رب إن كانت محبتي فترت زي ما سمعنا، إن كان تكريسي ضعف ليك يا رب، أنا بسمع الصوت جديد من دلوقتي، اللي صوت اللي أنت قلته لبطرس أتحبني يا بطرس أتحبني، قل له يا رب محبتي فترت، تكريس يا رب قال لي ليك، العالم شغل حياتي طغى على حياتي، لكن أنا جاي النهاردة يا رب باخد هذا الواقع الجديد بعد قيامتك في حياتي، أعيد تكريسي لك من جديد، أعيد محبتي من جديد ليك يا رب. صلي في قلبك، صلي كده، خد لحظات بسيطة، صلي، ما تخليش الفرص والذكريات المجيدة دي تعدي علينا مر الكرام كده، وأيام بتعدي مش باللبس، نحن لا نعيد باللبس والأكل والشرب والزيارات، ده كويس خالص، لكن مش هو ده العيد أحبائي. العيد هو أننا نكون شهود حقيقيين، أننا نعلن يسوع الحي فينا، أن الناس يعرفوا اللي احنا ليه بنعيد عيد القيامة، مش مجرد ذكرى وخلاص أو حدث تاريخي، وده فعلا كويس خالص حدث، لكن القيامة الحقيقية هي أن تكريسنا يزيد للرب، أن محبتنا تزداد، لأن العالم يرفع إيديه وأعبروا إلينا وأعنونا. أدي في بيوتنا ناس عايزة إعانة، أدي أولادنا محتاجين إعانة، أدي يمكن أمور جيراننا محتاجين، عائلاتنا أقربائنا أنسبائنا محتاجين أن يشوفوا يسوع الحي، يسوع الحي. يسوع قام أحبائي، هل نحن قمنا معه من قبور خطايانا؟ أجلسنا معهم في السماويات، هذا هو تكريسنا لي. يختم لنا هذه الفرصة ويطلب بركة الرب على الكلمة، الشيخ فتحي يقودنا في صلاة. ألسنتنا بالحمد والشكر لاسمك. نثق يا رب أنك قمت من بين الأموات لكي ننتصر نحن. نشكرك لأن يسوع حي فيا، فذا نشيد غلبتي، يسوع حي فيا. باركنا يا رب واملأ قلوبنا بروحك القدوس الذي يرشدنا ويهدينا في الطريق لكي نخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا، في اسم يسوع آمين. زيدوا المسيح Oh.
تسكين.